هبدأ أرص عندي التوست بالشكل ده، تمام، واللي هو بالحليب بيبقى حلو جدا. بعد كده بنقوم جايبين عندنا زبدة سايحة، وابدأ كده اخد شوية زبدة كده ونحطهم كده، كل واحدة بتاخد فرشة زبدة كده من فوق، ومن غير ما ندهن ولا حاجة، كده كده اصلا مجرد ما بتحط الفرن هيبدأ يخش الزبدة جوه العيش كله عشان نبدأ نحمصه وياخد اللون الذهبي، ذهبي فاتح، عشان يبقى مقرمش كده وجميل واحنا بناكله. ده لسه شوية، نبدأ ندخل ده الفرن. ونبدأ نشوف عندنا هنعمل ايه تاني، نظبط الدنيا كده. ده محمصينه قبل الهواء. ناشف، مجرد ما بينشف كده ويتحمص تحميصه، بلاش اضغط عليه قوي في السوا، يعني هو ده اللون ده حلو جدا. وبقى بص زي ما انت شايف اهو، ده بالنسبه لي بقى زي الفل وهيشتغل معانا ان شاء الله. تمام، نبدا نجيب نرصهم كده بالشكل ده عشان هنعمل اول ساندوتش دلوقتي ونشوف هنعملهم ازاي. بجيب عندي في عندي ترك مدخن، وفي روز بيف، وفي ممكن نعمله بجبنه باي نوع جبن عندك، جبنه مثلثات يشتغل. احنا الميكسات دي كلها هي دي اللي هنشتغل بيها دلوقتي. فبجيب اول حاجه المايونيز، طبعا انت بتسيبيه يبرد شويه وبعد كده تبداي ان انت تشتغلي بيه. ماشي، وبعد كده بقوم جايب عندي جبنه، جبنه شرايح، وهو ده في كده بتعمل شغل حلو قوي اهي. بعد كده بنقوم جايب طماطم اقطعها شرايح رفيعه، كل ما تبقى شريحه رفيعه كل ما يكون افضل اهو. نبدا ناخد عندنا الطماطم ديت ونقوم رصينها كده. بعد كده بقوم جايب خس باتافيا، اللي هو الخس اللي هو بيبقى فيه لولو كتير ده، او بيبقى فيه تجزيع كتير كده، ده بيبقى اسمه خس باتافيا. تمام، اللي قدام حضرتك ده، لو طبعا خس كابوتش عادي يشتغل معاكي، بس هو ده الفكر، ده بيدي شكل، بيبقى شكل حلو جدا، وبنشوفه حتى في الاعلانات بتاعت البرجر، وبنشوف اعلانات حاجات كتير جدا بيعتمدوا على خس الباتافيا، بيبقى احلى الشكل يعني. هنبدا نجيب عندنا بس حته مايونيز كده من هنا ومن على الطماطم عشان كل حاجه تثبت وانا بنقطع. بعد كده بقوم جايب عندي الروز بيف، نقوم حاطين كده كل واحده بديها مسحه كده ليه من المايونيز عشان لما تيجي احط عندي حاجه فوقها الموضوع ما يفتحش معايا، هو الحاجه كلها تمسك مع بعض. هجيب عندي بقى ايه البيض المسلوق، تمام، ده بالشكل ده. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا برضو مسحه مايونيز كده على البيض، بيض طعم حلو قوي، ميكسات حلوه جدا. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الجرجير، واخر حاجه خالص التركي المدخن اهو، نقوم حاطينه كده زي ما حضرتك كده شايفه، مسحه بسيطه جدا من المايونيز عليها برضو، قلنا عشان واحنا بنقطع ما يبقاش يفرط مني ويبوظ مني. خيار مخلل، ماشي. وبعد كده بنقوم حاطين عندنا الطبقه الاخيره ديت، وبكده ده اول واحد يكون اتعمل. في منهم بتعمل دورين اتنين، يعني تعمليه دبل، نفس اللي انت عملتيه هنا تعمليه واحده تانيه وتقومي حاطه ده عليها من فوق لو عايزه تعملي الكلام ده. هناخد فاصل، ده بيتقطع اهو، الحروف دي بتنضف كويس، وبعد كده بيبدا يتقطع ونقدمه بالهنا. نعمل اللي هو دورين، نفس اللي احنا عملناه ده
ولكن هنعمله دورين اتنين. خلينا نشوف هيتعمل ازاي. نفس الموضوع بالظبط، انا بجيب عندي التوست بعد ما خدته وحطيناه وادينا له زبده وحمصناه في الفرن، نبدا ناخد عندنا المايونيز مسحه كده على كل واحده، ولازم ولازم بعد ما تطلعيه تسمعي القرمشه ديت نعرف اللي هو اتحمص مظبوط، وبلاش نضغط عليه اكتر من كده، ده في الاكل بيبقى احلى بكتير جدا. قلنا الخس ده اسمه خس باتافيا او خس كابوتشا، تقدري ان تستخدميه. انا بحب بس نقول الاسماء بس بتاعتها عشان لو حد شاف ولا حاجه في السوق يعني او في السوبر ماركت مثلا يبقى عارف ده اسمه ايه مش اكتر يعني. لكن خس الكابوتشا هيشتغل معاك يعني. هي كلها سلالات من انواع الخس. هجيب عندي الترك المدخن عشان ده قلنا هنعمل اتنين. حط الشريحة هنا، مسحة مايونيز بسيطة، بيض مسلوق اقطعه شرايح، كانت في قطعت السلايزر والله بس مش لاقيينها بجد، كنا بتقطع الموضوع ده بيبقى الطف بكتير جدا، بس الشباب هنا ما لقوهاش فمفيش مشكله عادي يعني. كده كده هتحط كل ده في الحشوه مش هيبان معايا حاجه. نحط عندنا الطبقه الايه الثانيه ونضغط ضغطه كده حلوه، وبعد كده بكمل الجزء اللي بعد كده. حط طماطم، حط عندنا روز بيف واحدة، ميكس جبن آسف جبنة شرايح، وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الخس حاطينه هنا، وبعد كده نقوم حاطين خيار مخلل. اللي عايز بقى يشتغل بالتوست البني شغال براحته خالص يعني. بعد كده بنقوم واخدين عندنا اخر واحده خالص مايونيز كده، وبعد كده نقوم حاطينها هنا كده. والله لو مش عايزه تنضفيه من الجوانب مفيش مشكله خالص يعني، انت لو عايزه تسيبيه كده زي ما هو عادي جدا. بالعكس ده متحمص وزي الفل. بجيب بقى عندي خله، ده مهم، خله كبيره او خله صغيره، وهنا بقوم عامل دي كده منزله كده، ودي بقوم منزل دي كده. فاهم ازاي؟ يطلع عندي بص الطبقات بتاعته عامله ازاي؟ نشيل ديت ونحطينا هنا، نشيل الطبقة التانية ديت ونحطها هنا، وبعد كده بنقوم رايحين عندي الباشا ده واخدين بطاطس ويدجز حاطين اتنين هنا وحاطين اتنين هنا، وقدم الايه الطبق بتاعنا بالشكل ده. طيب ناقص ايه بقى؟ ناقص اللي هو بالتونه. خلينا نشوف هنعمله ازاي. التونه خطير، والتونه كمان مع البيض، وقلت لك ممكن تعمليها بشكل هيلثي اكتر، انك تعمليها بالتوست البني هيبقى موضوع حلو جدا، وخصوصا اللي بالتونه ديت. طيب التونه بجيبها قطع او مفتفته عادي، هقوم واخد عندي علبة تونة حاططها هنا عشان اخليها كريمي معايا طعمها حلو قوي، بقوم مديها مكعب زبدة بس زي ده حطينا هنا ماشي، وبعد كده او مايونيز طبعا
معلقه مايونيز صغيره ماشي، هوبا معلقه مايونيز كده حلوه، بنقوم حاطينها كده. الايه التونه عندي بقت كريمي وفي نفس الوقت واخده طعم المايونيز، فعامله طيب متاكد ليها طعمها تبقى حلو جدا. واخد والتونه كمان والمايونيز كمان بتخلي لونها يبقى فاتح اكتر هنقوم اخد اول قطعه كده ونقوم حاطين كده اهيت الزيت قطعه زبده صغيره علبه تونه صغيره تقوم حطها في الكبه وتقوم حاطه عليها معلقه مايونيز. لا هي بتشرع على التونه حمدي. لا 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 دي هي التونه الكريمي ديت. فبتضربيهم كويس جدا مع بعض، الزبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه مش الثلاجه. فاهمه ازاي؟ انا بقول لك على حاجه، انا في العموم يعني انا الزبده بحطها في علبه حفظ طعام وبحطهاش في الثلاجه. انا في جو الشتاء بحطها بره وبستخدمها ما بيحصلهاش اي حاجه. خصوصا دلوقتي احنا ما بنجيبش اللي عايزه تجيب اللي هي اللي فيه 200 جرام دلوقتي وفيه نص كيلو وفيه الكيلو، كل واحد حسب الامكانيات بتاعته بجيبها واحطها بره، فباخد منها معلقه زبده كريمي كده وبقوم حاطها على التونه، فبتخلي التونه كريمي ومعلقه مايونيز كمان معاها فبتظبط له معايا الدنيا جدا. تمام؟ طيب خدنا مسحه من التونه على كل واحده من ديت، بنبدا ناخد عندنا الجرجير في ميكس ما ينفعش بقى معاهم. ايه اللي ما ينفعش مع التونه؟ الخيار. يعني الخيار يطلع زفاره على طول زيها مثلا زي البيض. يعني ما ينفعش ان انا احط خيار مع بيض، لكن ينفع بيض مع تونه. في حاجات ما ينفعش ميكس مع الثانيه. الخيار ما ينفعش مع التونه يطلع زفاره على طول. هنا بقوم واخد عندي طماطم بيض مسلوق مع التونه، جميل. تنفع تشيلي، بصي ينفع تشيليه على فكره، يعني ينفع اللي انت تشيلي الايه البيض المسلوق مفيش اي مشكله خالص، ينفع تسيبيه زي ما انت عايزه براحتك. يعني هنا بقوم واخد عندي التونه مسح التونه كده عليها على كل واحده على البيض من فوق عشان اثبت عليها التانيه تبقى بالشكل ده. هم واخدين دي حاطين كده بعد كده بجيب اخر واحده وهم حاطينها كده ونكبس الكبسه. تمام لازم الكبسه ديت بقى عشان كلها لما تيجي ناكلها مفيش حاجه ايه تطلع بره. عايزه تعمليها كل اتنين مع بعضهم برضو براحتك. انا بشتغل في البرنامج هنا عايز اوريكي بس الطبقات، فعشان كده بعملها دبل. في ناس تحب الحاجه تبقى دبل، في ناس تحب اللي هي سنجل صغيره براحتك. فاهمه ازاي؟ لكن هي بتوقف الكاميرا بتوقف بصراحه الدبل بتوقف افضل. يعني الخلتين نفس الموضوع بالظبط. بص بحط الخله فين عشان ما فيش حاجه تفك مني، حط كده. ويا ريت لو خله كبيره تكون افضل عشان تبان اللي بياكل اللي فيه خله محطوطه. يعني سامع القرمشه بقى اهو كده يبقى بالشكل ده. نجيب عندنا طبق ريك ممكن كده واحدة كده تقدم بالشكل ده، وبعد كده بطاطس ويدجز خبزينها في الفرن. جميلة أصلا لوحدها يعني، وشوية مخلل معاه كمان يبقى حاجة لطيفة جدا. وناخد الطبق ده هوت ونروح نقدمه.